للسنة الثالثة عشرة على التوالي تجري هذه المراسيم لإحياء ذكرى ضحايا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود. جميعنا نساء ورجالا فلسطينيين وإسرائيليين. المشاركون هنا من الطرفين ممن ثكلوا أقرباءهم وجاءوا لإيصال رسالة تهدف إلى وقف سفك الدماء والتوصل إلى حل لإنهاء النزاع. نحن إسرائيليون وفلسطينيون نعطي تعبيرا لما نفهمه جميعنا بأن السلام واقعي، ولكننا جميعا في الأساس علينا احترام حزن الآخر. لكل عائلة هنا قصة مأساوية ترفض أن يمر بها أحد. الدكتورة أمال أبو سعد فقدت زوجها العام الماضي برصاص أحد أفراد الشرطة الإسرائيلية، وتؤكد أنه لا فرق بين آلام الطرفين. رسالة حابة أوجهها أنه إحنا ما في إيدنا حل إلا السلام والتعايش مع بعض بهاي الدولة. إحنا نصيبنا أن نكون بهاي البلاد مع بعض، وأنه لازم نفكر أنه نعيش مع بعض، ومش كل الوقت نضل كل شعب يتصارع ويحارب الشعب الثاني. في المقابل احتشد مئات من ناشطي اليمين رافضين إقامة هذه المراسيم. موقف مشابه جاء على لسان وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان الذي سعى إلى منع مشاركة الفلسطينيين بداعي أن هذه المراسيم تجرح مشاعر عائلات الجنود القتلى، لكن محكمة العدل العليا أمرته بالسماح لهم بالدخول من الضفة الغربية إلى إسرائيل للمشاركة. يبدو أن الحزن يوحد الطرفين وتكاد لا تميز بين الإسرائيليين والفلسطينيين الذين يتواجدون جنباً إلى جنب من أجل المطالبة بوقف العنف وسفك الدماء والتوصل إلى حل ينصف الطرفين. من تل أبيب يحيى قاسم، الحرة.